مصر على مدار 40 سنة فقدت ما يقرب من 400,000 فدان من أخصب أراضي الزراعية على مستوى العالم. منهم فقط من 2011 حتى الآن 90,000 فدان. 90,000 فدان من الأراضي الزراعية في الدلتا في وادي النيل كلها أراضي ربنا حبانا بيها على مدار آلاف السنين. أراضي زي ما بقول لحضراتكم هي من أخصب الأراضي على مستوى العالم. النهاردة علشان إحنا كدولة نقدر نعوض أو نستبدل هذه الأراضي محتاجين منظومة من العمل الشاق والهائل لعمل بنية أساسية كبيرة عشان نروح للصحراء اللي هي أراضيها ممكن طبعا بالتأكيد مش بنفس جودة الأراضي الزراعية اللي موجودة في الدلتا اللي تكونت وتشكلت على مدار آلاف السنين. عشان نقدر ان احنا نستصلح هذه الأراضي ونحولها الى أراضي منتجة تكلفة الفدان الواحد بتتراوح ما بين 150,000 الى 200,000 جنيه عشان يبقى قابل للزراعة. وقلنا الرقم ببساطة شديدة ان 90,000 فدان اللي فقدناهم على مدار العشر سنين اللي فاتوا محتاجين عشان نستبدلهم بأرض أخرى ان احنا نصرف 18 مليار جنيه وبنستصلحهم في أراضي بعيدة في أراضي صحراوية بعيدة هنبذل فيهم كل الجهد وهيستغرق مننا وقت كبير وتكلفة كبيرة علشان فقط ان انا اعوض أرض فقدتها مش ان انا اضيف أرض زراعية جديدة عشان استوعب احتياجات الأجيال القادمة من الزيادات السكانية.